السلام عليكم، ها هو جا من جديد. عينك حلا عوجة، ويلي وحدي كل شي ديوه كي قالت لك ليا خليو لي عاد الحفاض فاش نرجع لدارنا. راه يموت عليكم ابني قيل، لا تحسبوا راني نعيبكم، راهو نسابي. كانوا لي قالوا لي على الدورة الشهرية اللي كتجيه بالوجاع واللي كتعطل لها، والمرأة تاني كي تكون نفسها تاني كي مسكينة كتجيها الوجاع وكلش. نبدأ ولا نتسناو؟ انتوما ما عرفتوش البيض نتاع الجزران واش فيه. الجزرانة كتولد واحد المصران عامر بالبيض، ولكن هذاك فيه واحد الدواء انتوما كتشوفوه كتقيا ولا ما يعجبكوش، ولكن هذاك فيه دواء. ولكن الا بغيت نحكيه لكم خاصكم تصيفطوا لي القلوب. وها الو الو ايول الي نبداو في الدوره الشهريه. غادي نجيبوا الورد، ها الورد الكامون الصوفي، ها ها هو نبين لكم الكاميرا. كامون الصوفي ها الورد، ها الكامون الصوفي، ها باش نوري لكم الشيح. الشيح تقدري تتبخري به من الريوة، ما لويزا، البابنوس. حنا نقولو لها البابوس، البابنوس. ها حنا ولاد عربية راك عارف، ولاد المدينة بدل السميات، وحنا نحصدو وهما يديو، وهما يربحو على ظهرنا وحنا يعطيونا واحد الجردرة. شتو شتو واش دايرين؟ البابنوس. غادي نجيبو هادو المواد هادو، ديما تغسلوهم، ولا نسيتها انتوما تفكروا ديما كيتغسلوا، لان لا خليتهم مشيتوا فيها. راه شحال من وحده تسمت بالاعشاب، لان الاعشاب كيجيبوها عامره بها بطرابها، ما يغسلوها لا والو. هنا في اوروبا كيغسلوا كيجيبوا المواد هاد العشوب كيغسلوها، تفوت للبوراتوريو يغسلوها عاد يبيعوها. حنا لا، يجيبوها بالغبار عامره رتايله يعني، ويبيعوها للعشاب. العشاب تاني كان عنده تخمل تما، تاني كان دير الغبره، وحنا تجي مراه ولا راجل يشري ويشرب وفي التالي يتسمم ويقول لك راه مرض ولا راه دار، لان هذاك تسمم. خاص كل اعشاب ديما تغسلوها، ديما تغسلوها، ما كانش اللي يقولها لكم. تغسلوها بالماء سخون، وانت ما عندك الماء سخون تغسلوها بالبارد، هي من الاحسن تغسلوها بالماء سخون عاد تكثرها. غادي نجيبو من هادو شوي شوي، نديروه في كاس، نغسلوه مزيان بدا الكاس بالمحامي، نخويو عليه الماء حامي يكون سخن شي 10 دقائق ولا حتى يسخن مزيان، ونديروه فوقه، نبلعو الكاس ونخليوه تما واحد 6 دقائق ولا 7 دقائق، ونشربو. نشربو في الصباح وفي العشية على الريق، وفي العشية وفي الليل، ثلاثة ديال الأوقات. ماشي يا عيني انت فين؟ نعاود لكم الدورة الشهرية، المرأة اللي تكون نفسها تاني كي اللي كتعطل لها. ها عندك وديرو شندقورة، اياكو اياكو ديرو شندقورة، اياكو ديروها، اياك ديروها من المرأة تكون عندها دم الحيض، او لا تكون نفسها تهلكها بزاف، تهلكها بزاف. ما ديروهاش غير فيها الدواء، هي فيها منفعة مزيانة في كل حاجة، سوى من تكون عندك دم الحيض ولا تكوني نفسها ما ديريهاش، ننصحك لان انا عندي تجربه بها. غادي نعاود لكم الكمون الصوفي، نوري لكم. عندنا الورد، ها مالويزا، البابنوس، مريوة، والشيح. الشيح راه مر، ديروا به غير شويه مر. تانا يومين كشي مره كنشربوا على حساب التسمم، لان ديما ناكلوا في الفواكه الماكله تسمم. ونسيت لكم حاجه واحده، سبعه ديال الحوايج، خزامه. خزامه انا دايرها في القوطي، لان ديما نشربها، انا ديما نشربها واخا ندير اتاي كنعمرها زينه، لانك تساعد تنشط وتخليك دائما دائما مزيان. هادو سته ديال الحوايج، نهزو شوي شوي، نديروه في كاس، نغسلوه بالملحامي، تاني كنخوي عليه الماء طايب اللي يكون 10 دقائق ولا، نبلعو بواحد الطاسة 6 دقائق ولا 7 دقائق ونشربو. درك غادي نقول لكم علبة بنوس، هذا انا هذا راه فيه بزاف ديال المنفعة،
الأعصاب، القولون العصبي، المصارن، البواسر، كل حاجه. تعرفوا انا معاش كنشربه، انا كنشربه مع الشيح، وكنشربه مع الجوز الطيب، الكوزه. ولكن ديري غير شويه، كاع ما كانش غادي نوريك الكوزه، لان كاين الناس اللي ما يعرفوش ياكلوا الكوزه. الكوزه هذيك حبه، واه ديريها للسكري اللي كان يصدعك ولا نص، بصح اللي على الشقيقه وكلش انا كنشربها مع هادو. انا ديما كنشرب الكوزه، ديما يكذب عليك يقول لك واش، كاين اللي يقول لك حرام، كاين اللي يقول لك كلشي حرمه وكلشي حلوه، ويلي شي نهار نهز الساكي ونهرب ما عرفت فين نمشي. والله حتى كورونا دايره بيا ما مخليانيش. الكوزه تهزي غير هادي، غير هاد شويه كفايه. ها هاي شتيها، ها هاي شتوها، غير هاد شويه ديال الكوزه كافي، وديريه مع هذا البابنوش. غير ضربه للشقيقه، الاعصاب، اللي ما ينعش، اللي عنده تاني كنت سموم كلش، هادو انا كنديرها ديما، كنديرها وكنزيد واحد شويه ديال القرنفل، جوج عواد ديال القرنفل ديما كنضرو نشربها مع اتاي ديما، لا في الصباح ولا في العشيه، وتاني كن في القهوه، تاني كن كنديرها في القهوه. هذا شي مره راه كاين من جي الشتاء البابنوش كيخرج نتاع البور حسن، لان كان اللي كيجي على برا حسن. ها شي مره في الشتاء كيطيح الشتاء درك غادي يخرج الراس وتلقايه غير في الزناق، تلقايه غير في الزناق تما. ها الكوزه باش تهزو، كاين اللي تمشي دير طوبه، طوبه ديريها كامله حبه، ولا السكير، ولا الراجل الا بغيتي تضبعيه ما كانش يعطيك الفلوس يبقى غامض. ها شتي نوريكم بحال الكحله، وشي مره درك غادي يدخلوا لي دوك الصحاب اللي سبوا مي تي خيتي وعلى لسان عندهم. ناريه ناريه ها انتوما، هذه هي الدورة الشهرية. المرأة اللي تكون نفسها مسكينة من تولد تاني كنت تكون الخرش منتفخة، هذا راه تا الكرش من تكون منتفخة، والله الكرش منتفخة، والله شي مرة تكون عندك تاني كنت تفخ الحلاقة، تاني كن الوجه راها ضربة بطلة، هذي تاني كن إلا خلطتيها مع الشيح وشوية ديال الكوزة راها ضربة بطلة. من الريوة تاني كن راها زينة، تندير نشرح لكم، خاصني نشرح لكم كلش، لأن خاصني نشحبكم كيما تشحبوني. صحابات الزواج واش نقول لكم، اللي دخلت على الزواج خاصها دير الاسم ديالها فين كاينه، الشهر فوقها الزايده، لان كاين اللي دبر على الشهر فوقها الزايده باش يعرف واش مربوحه واش ماشي مربوحه. ما ديروش التليفونات ديالكم، انا راني باغي ناس المعقوله، رجال وعيالات، راه كاين ناس من فرنسا، كاين كلشي من اسبانيا، كاين من المغرب، كاين كلشي راهو يتكلموا معايا في اللايف في تيك توك، وقالوا لي خاصك ديريه وراني غادي ديريه، بصح خاصك تدخلوا في انستغرام، خاصك تقولوا انا باغيه الزواج، ديري التاريخ ديالك وكلشي، التليفونات ديالكم ما تعطيوهوش درك، لان حتى نتلاقاو الناس مزيانين كلشي. انا راني نبغي المعقول، انا ولد العروبيه وقلت المدينه وقلت هنا في اسبانيا، ما نعرف منين جيت، انا تخلط بالله راني مخلط من كل قبيله، كلشي سالفيه وكلشي وردني، لا اسبانيول ولا الدول العربيه ولا كل، حتى الشلوح وحده قالت لك وعلاش ما تقولش شلوحه، ويلي العرب ماشي شلوح، شلوح ماشي عربو يا كنسابي الشلوح، ويلي وصحابي كنت نجيب عليه طراباندو، ويلي كيما درتي يا ناس مع العرب تهبلوا تهبلوا. واه ها هو كل شيء موجود، وخاصكو ديروا التاريخ، المدينه، شحال من عمرك، راجل ولا امراه، لان السميات عندكم مزورين. ديك النهار واحد صيفط لها خويا قال لي انا ماشي خوك انا اختك دايرين سميات مزورين، ما كانش محمد ولا مصطفى ولا خان، اللي بقاو يديروا شي سميات وانت وحدي، بنتي راه تحرج هنا راه دير الصداع. متفاهمين ماشي اصحاب الدوره الشهريه؟ ها تخليوني ترانكيل، ويلي ما لقيتوش كاع تحشموا بيا درتوني بحالكم والله لا كنبغيكم نموت عليكم. وقال العشاء راه عندي شي ستة ديال الاعشاب، شي وحده قالت لك ما كانش الفاسوق لك حد. ويلي 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 في المغرب عندكم كلش. ها ها هو الفاسخ الكحل، ها هو ميمتي وحدي، وعندكم واحد كيجي من روسيا احسن فاسخ في العالم ديال روسيا، فتشوا عليه تما في الجزائر ولا في ليبيا ولا في السعوديه ولا كل الزين. ها كاين داك المعجن مزور، ولكن هذا زين، ولكن هذا ماشي تلتمتم نتاع روسيا، هو اللي احسن فاسخ، هذا زين للمس. ها العاشق، ها 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 هو كحل، وتقولوا ما كانش حنا في اسبانيا ولا هو عندي،
وشي وحده تقول لك لا ما كاينش غير داك المعجن. هذاك المعجن كنت شوف واش راه يديروا فيه. انا خدمت مع الشاف المغرب، راه خدمت في كل ولايه تحل تما، كل قدره كليت بها عضب. غادي تقول له تخرجها، راني خارجها من نهار زدت. والله لا كنموت عليكم. بالسلامة عليكم. والبنت ديالي راها هنايا، شوف البرد وراها بلا قميجة، غا هكا معرية. هاني بالسلامة عليكم، بالسلامة عليكم. وها الوصفة تهزي شوي شوي كله، هاهما سبعة ديال الحوايج. نعاود لكم: خزامة، الورد، الشيح، مالويزة راها زينة تاني، كاين اللي عندها الصداع اللي ما يبغيش ينعس تعمري بها برداتها، البابنوج، مريوة، والكمون الصوفي. ها هما كلشي موجود. كنبغيكم وبالسلامة عليكم وكنموت عليكم.